كما جرت العادة. ووفق سياسة اضرب وانكر، ها هم وكلاء إيران في العراق ما بين معلن لبراءته وآخر يدعو لحماية السفارة الأمريكية ببغداد بعد الهجمات الأخيرة التي ضلت طريقها لتضرب مجمعا سكنيا بالقرب من السفارة، ويكون المدنيون العراقيون ضحايا مرة أخرى لمغامرات هذه الميليشيات وألعابها الصبيانية. صواريخ الكاتيوشا التي أطلقتها الميليشيات من منطقة معسكر الرشيد جنوب شرقي بغداد ضربت منشآت ومنازل مدنية، ما أدى إلى حدوث أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع السكان الآمنين، أمر تكرر أكثر من مرة دون أن تتمكن الأجهزة الحكومية بمختلف صنوفها من إيقافها أو الكشف عن فاعليها الحقيقيين، لتكتفي بنشر صور لمنصات الإطلاق التي تستخدم في عمليات القصف. لا بل إن البيانات الحكومية تشير إلى أن تلك الهجمات تستهدف هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار، وتتجنب وصفها بأنها عمليات إرهابية تقوم بها ميليشيات صرحت مرارا على الملأ بأنها تستهدف المصالح الأجنبية في العراق خدمة لما تسميه محور المقاومة والممانعة الذي تتزعمه إيران. ميليشيات حزب الله والعصائب وبدر سارعت من جانبها لإدانة الهجوم الصاروخي في مسعى للنأي بنفسها عن أي ردة فعل انتقامية، واعتبرت أن الوقت غير مناسب لهكذا تصعيد، في إشارة لانتظار استلام جو بايدن مقاليد البيت الأبيض. أما مقتدى الصدر فقد ذهب إلى أبعد من ذلك بدعوته لإعلان حالة الطوارئ وحماية السفارة الأمريكية في تغريدة وصف نفسه فيها بالمقاوم دون أن يعرف أحد عن أي مقاومة يتحدث. مزيد من الفوضى وخلط الأوراق، تريد ميليشيات إيران أن تضفيها على المشهد العراقي المرتبك أصلا والمثقل بالأزمات، ورسائل إيرانية للإدارة الأمريكية عبر الملف الأمني المضطرب إلى جانب الملفات السياسية والاقتصادية التي جعلت العراق يعيش فوق صفيح ساخن بانتظار ما ستؤول إليه حروب الوكالة والعبث بمقدرات البلاد.